نصيحة للشباب اللي بغاو يدخلوا في عالم ديال البيزنس، خصك تكون عندك الثقافة المالية. اليوم جينا نهضروا على واحد السيد سميه إيلون ماسك. هذا السيد الأمريكي من أصول جنوب أفريقيا، كيتعتبر ثالث أغنى رجل في العالم، والثروة ديالو كتقدر ب 360 مليار دولار. صافية، هادشي هذا في 2021. هو كيجمر مانسا موسى المالي اللي كتقدر الثروة ديالو ب 600 مليار دولار. كاين جون روكفيلر، هو الثروة ديالو كتقدر ب 418 مليار دولار. إيلون ماسك عنده شركات كثيرة ومتعددة، أهمها تسلا، سبايس إكس، بورين كومباني، كانت عنده باي باي. دابا راه شرا تويتر، شراها 45 مليار دولار. وكيقول عايشين في فيسبوك باش ينصحوا مرة ديفينيتيف. هادي غير نصحة والسلام. شوف باش تعرف الناس كيف كتوصل في البيع والشراء ديالك، يعني ها واحد الموتيفاسيون اللي بغا يخدم على راسو.